كل جاهزية والبر عريان من ظبي ويعفور ورب قائلة والهائل يتحفني بناظرين من نطاف الدام منظوري خفف عليك فم الاحزان ونسون وما المقيم على حزن بمعذوري فقلت هيهات فهات السمع لا يهائمه لا يعرف الحزن إلا يوم طعن فيه عين ابن فاطمتي سنان مرتضي كعبان عين مطروي وخر للموت لا تفوون اي تخايا يقلبون الا بوطئ من الجرد اي محاضي اي اري ظمآن يسلي نزيع أي طعن غم لك عن بارد عين من عباد الماوى أي مقروء تعب الوحش والتدنو والماء يسرعني وقد أقام ثلاثا غير مقبول تحلو عليه الغباب اليمن وتسكرون عن النابر أبيال والعاصي ولا جنازته فينا رأيت بتوقير لله ملكا على الرمضاء فمر رجاء بعد إقدامي وتسميري كأن ديغ المواضي وهي تنابو نارا تحكم في جسمي من النهار من عادة اليوم
وخير مال مشاب يشاء ويطيب زعله ذبحه للعدوان تهد اخويته وتمشي فرج يمان عمه وتسب حرب نيران على شبه جنسك رعب الامان كل عين معاره ويوم سوان وجنب المعاره يسري رجعان وعجل رومك يوم تسير سوان يحاول ولا بخطك يرمي دان وغيان تجوم بتسير فرحان بيهان عقاب ما كان ولا يقول ولا شعلن يا شعلن اصوابك سهل يا عالي الشان يدورون جرح ابيام شان يغسلون دم بدمع جروان ويهفون لعبك رفض الأرجال ويسجون ما ينسان عطشان أخويا تعتذر عودك ما بيرسان سجعنا لك ومن الخيام نسوان وابك عنيت للمعركة بهم ودور يا عم على ظلم جيت على جيشنا بجام الأمن وجرح نبضل عيشه بجنة تجنيت ما قصر جرد سنة وجيت ما جون تشهر عود بنة أتار الشمر ماكد يا عمة طردني لك الله نصيب يما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال نوح البكالي دخلت على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو جالس على دكة القضاء في مسجد الكوفة فقلت له وعظني يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام يا نوح قل خيرا تذكر بخير قلت زدني يا أمير المؤمنين قال أحسن يحسن الله إليك قلت زدني يا أمير المؤمنين قال حسن خلقك
يخفف الله حسابك. قلت زدني يا مولاي، قال اجتنب الغيبة فإنها أدام كلاب النار. كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة. يا نوف، إن سرك أن تكون معنا فلا تكن للظالمين معينا. هذا مثل بكاد رجل من شخصيات الكوفة، من أعيان الكوفة، مو رجل بطال او مع البطول، حتى يقول يجي الى المسجد او يجي. مو المفهوم اللي ماخوذ في اذهاننا في هاليوم انه ما يجي الى المساجد او الى مجالس الدينيه الا واحد ما عنده شغل. اما واحد عنده شغل يجي في اماكن. هذه الفكره في كلبتها اعداء الدين، اعداء الصلاه، اعداء الاصلاح في اذهاننا، حتى ينتزعون من عندنا هالفرص هذه، ينتزعون من عندنا هالعلاجات الروحية، حتى يفرقون بيننا وبين مصادر العلاج والمعالجة الروحية والأخلاقية. لأن كل شيء إلى أطباء وكل شيء إلى أدوية، الجسم إلى طبيب والروح إلى طبيب، الجسم إلى دواء الروح إلى دواء. مثل ما يروح الإنسان إلى طبيب الجسم إلى مرض، إلى شاف أكو خلل في صحته في جسمه، يبادر إلى الطبيب الجسماني يستعمل الأدوية. ليش؟ إلى شاف أكو خلل في أخلاقه، في سلوكه، في روحه، في مشاعره، في علاقاته مع الناس. ليش ما يروح يداوي؟ ليش ما يروح يسأل الدواء؟ هذا معناه في إنسان ما يشعر بأنه إنسان، يعني حاسب نفسه هو والدابة على حد سواء، يعني ينظر إلى نفسه بس من الزاوية المادية، من الزاوية الجسمية، ما يعتبر نفسه أنه يمتاز على الحيوانات بشيء آخر وهو الأخلاق، العقل، الروح، التفكير. يعني هو ما مقدر نفسه كآدمي. والآن لما أشوف عندي انحراف في سلوكي، عندي خلل في سلوكي، عندي اضطراب في أخلاقي، ليكون أفكر في الإعلام، ليش صرت هالشكل، ليش صار عندي هالخلق هذا، ليش صاير مثلا حاد المزاج، ليش صاير عصبي، ليش صاير الغضب يأخذ مني مأخذ كثير، ليش لساني صاير فحاش، ليش عيني صايرة فاجرة فاسقة. لازم أشوف أن هالحالات المرضية أثر الإنسان بطبعه الأولي، يقولون مثل ماء السماء، صافي طيب طاهر. ما يصيب الكدر، ما يصيب الخلل إلا من عوارض خارجية. مثل ماء السماء، أول ما ينزل مطر من السماء ماكو أقصى منه ماء ولا أعدد منه ماء، لكن حسب الموقع اللي يطيح بها المطر. فإذا وقع على أرض نظيفة صافية مطهرة، شوف يدخل في الماء حلو وعذب وطيب ونظيف. لكن إذا وقع المطر على أرض سبقة مالحة قدرة، طبعا يصير مالح، يصير وسخ، يصير قدر. فالإنسان هالشكل، الله جل وعلا يخلق الإنسان الفطري طيب الروح، يقول الإنسان خير بطبعه.
وإنما يأتيه الشاب من أثر العوامل الخارجية. شو هي العوامل اللي تجيب الشاب للإنسان؟ هاي العوامل كثيرة، منها التربية البيتية، منها المحيط الخارجي، منها بعض الأسباب الأخرى، لكن أهم الأشياء اللي تولد الشر في نفس الإنسان هو فساد العقيدة. ومهما تكن عند امرئ من عقيدة أو من حديقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. اللي يكيف سلوك الإنسان تفكيره، عقيدته، ما يؤمن به، ما يتصوره، ما يفكر به. فهالعقيدة اللي يعبرون عنها ضعف الواجع النفسي، هذا الضعف الواجع النفسي هو اللي يجيب لك شعر، هو اللي يجعله خبيث، يلوث سطرته. لكن تهد أنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من لم يكن له من نفسه واعظ وزاجر فموعظة الناس لا تنفعه. وين أصلح العقيدة هذه؟ وين أصلح التفكير هذا؟ كل شيء له مكان للتصليح. كل ناحية من الإنسان إلى أخصائيين، العين إذا صار بها خلل أكو أطباء عيون، القلب أكو أطباء قلب، وهكذا. هالناحية من الإنسان وهي فطرة الإنسان، يعني الناحية الروحية، ناحية الخلقية، هذه هم إلى أماكن للإصلاح. وين أماكنها؟ بالقهاوي، بالنادي، وين؟ بالسينما، بالشوارع وراس العقول. وين محل إصلاح الناحية المهمة الإنسان؟ وين؟ أنت ما تعيش براحة، هذا جسمك اللي هلقد تخاف عليه وتربيه ما تستفيد منه إذا ما تصلح تفكيرك، ما تستفيد من شبابك إذا ما تصلح عقيدتك. قد أكو شباب معذبين، قد أكو شباب تشوف جسم وطول وعرض وهيكل لكن روحه معذبة، ما عنده راحة، السر يتقاطر من رأسه إلى قدمه. ليش؟ لأن نفسيته مريضة، روح مريضة، معقد نفسيا. الآن وإن كان هذه الناحية يعني ناحية علاج الروح، الطب النفسي يدعي أنه نقدر نعالج، لكن الطب النفسي الموجود الحديث هذا ما يعالج معالجة صحيحة. ليش؟ يعني ما يجي من طرق المعالجة، معالجة الروح، معالجة النفس إلها طريقة أساسية. ليش الطريقة لازم تسلك حتى الروح المريضة والنفس المريضة تنسلح؟ ولذا ما شفنا واحد من المعقدين نفسيا يسعون من اضطراب نفسي وراحوا إلى هالأطباء النفسيين اللي يطالعون جديدا واستفادوا منها. ما يستفيدون ليش؟ لأنه طبيب يداوي الناس وهو عليم. ما أكو شيء يعالج النفس ويصلحها ويخليها تهدأ وتستقر وتصير قوية وواثقة من نفسها إلا الإيمان بالله وبقدرة الله وبحكمة الله وبرحمة الله وبصدقة الله وبالمعاد إلى الله بعد الموت. هالأشياء اللي تعالج النفس، هالأشياء اللي تصلح النفس. أما يجي هذا الطبيب النفساني يقعد يسأل أسئلة: أنت شنو؟ منو؟ احكي لي بطفوليتك، بكبرك، منو مأذيك؟ من يجي الحكي هذا؟
هذا حدد لك مشاكل وحدد لك قضاياه بدون تتعاجل. هذا يقول له ايه لا تفكر وما يهمك ولا تدير بال، لكن هذا يصير علام شلون يقدر يفكر؟ ما يقدر لا يفكر، لا يحزن على ما فات ولا يفرح بما ياتي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما يصير هالشكل حتى تخليه يؤمن بالله. بس الا ان عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتعال عالج هالروح، عالج هالقلق النفسي حتى تستفيد من دراستك، تستفيد من حياتك. حاير اكثر شباب من اليوم حايرين، ترى حاير ما يدري شو يسوي، متردد في الحياه، في حاله تردد عجيبه غريبه عند الشباب، حاله تشكيك، حاله عدم ثقه، حالة عدم استقرار، وحدة نفسية، فراغ روحي فكري، وإلى ما يجب أن تسوي. وكلما يردون الملؤون هل أحاسيس وهل فراغ اللي يشعرون به بأشياء التافهة، شوف يزدادون تعقيدا ويزدادون مرضا. يشوف نفسه حاير، يشوف نفسه يشعر بحالة ما مرتاح، فبدل ما يجي يعالج بالدواء الحقيقي يروح يعالج بالقمار، بدل ما يجي إلى الدواء الصحيح يشربه حتى يصير زين يروح إلى السموم، إلى المشروبات، إلى الخمور، يروح يسكر. بناء هالسكر هذا يعالج هالحالة النفسية اللي يعانيها، بالعكس هاي يزيدك آلام. هاي الشيء وقتي، لكن بعدين لما يرتفع عنك يصير بيه رد فعل أكثر، يضعف عندك الإرادة أكثر، يضعف عندك الأعصاب أكثر، وكذلك القمار، وكذلك الأغاني. في عندك نفس مستقرة، يا أيتها النفس المطمئنة، النفس المطمئنة هي جوهر حياتك، النفس المطمئنة هي محور حياتك. والله إذا ما عندك نفس مطمئنة ما تقدر تستفيد من حياتك أبدا. شوف، لا تكذب حياة الزوجية، لا تكذب حياة الأبوة. شوف، مع أولادك مو على خط، مع زوجتك مو على وثاق، مع مجتمعك مو على وثاق، مع نفسك مو على وثاق، وين شوف مين تحرون تاني؟ ليش انت حر؟ لأن يبلغ بي القلق النفسي إلى درجة بعد ما يقدر يتحمل. تصور الحياة أصبحت عليه جحيم، ما يأمل نجاة ولا عنده أمل بالنجاة أبدا، لأن ما يعرف الله، ما يؤمن إن مع العسر يسرا ثم إن مع